السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيه توسكي كونسيغن الشقه والروينه، وغنعطيكم بعض الافكار المنزليه اللي غادي تقدر تفيدكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لو جيم، تبارطاجيو لا فيديو، ايضا تشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد القناه. وشكرا للتتبع ديالكم على وفائكم الدائم. خليوا لي التعليقات ديالكم وغادي نجاوب عليها كامله ان شاء الله. اول حاجه نهار الروينه كنت عندي كنبدا بالصابون هو الاول باش كنحيدو عليا، كنفرق الحوايج كما كيديروا كاع الناس، الكحلين على البيضين، وكنديرهم في لا ماشينا لافي باش يتصبنوا. الحمد لله لي ماشينا لافي اوتوماتيك سهلوا علينا العمليه، يعني ما كنضربوش تماره في الصابون بحال الناس ديال شحال هادي. بون كما كتشوفوا معايا انا دابا درت الحوايج في لا ماشين، ودرت التيد الخاص بالتصبيل اللي كنستعمل. راه سبق وريت لكم في واحد لا فيديو، هذا هو اللي كنستعمل، خابون دو مارسيا وفلوطا سميتو، زوين صراحه. وانا كنستعملو حتى على قبل الحويجات ديال بنتي الصغيره باش ما فيهش مواد كيماويه بزاف اللي كتضرب الوليدات الصغار، داكشي علاش كنستعملو. وصراحه الريحه ديالو غزاله وكيخرج الحوايج مزيان، وفي بحال حبيبات ديال صابون من الداخل. وداكشي المهم غادي ندير واحد البروغرام ديال لا ماشين. انا لا ماشين ديالي فيها غير 800 توغ، ملي كاينين دي ماشين اللي فيهم كثر، كل ما كيكونوا لي توغ كثر كل ما كتكون لا ماشين لافي مزيانه. دونك صبنت الحوايج، حيدت الفركه الاولى وغندير الفركه الثانيه، وغنبقى غادا بحال ما هكا. هاد لو طون اللي كتكون خدامه فيه لا ماشين كنمشي كندير حوايج اخرين في الكوزينه. دونك فهاد الوقيته راني مشيت وغسلت الماعن، رجعت حيدت الحوايج اللي تصبنوا، وغادي ندير حوايج وحدين اخرين. دونك كما قلت لكم هاد النهار خاص بالشقه والروينه وتماره والدار. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كندير. بون ابري كما قلت لكم غسلت الماعن، دونك دزت الميكرو اوند اللي كان صراحه توسخ شويه وعمر بليدعام والصفوريه وكلشي اللي كلشي اللي ممكن يتوسخ به الميكرو اوند. وقلت غادي ننظفو وغنشارك معكم الفكره اللي كندير باش كننظفو. دونك كناخذ واحد لو بول كندير فيه الماء وكندير فيه الحامض كما كتشوفوا معايا، دي حامضه قسمتها على جوج، غنديرو في الميكرو اوند كنخليه واحد تقريبا 3 ديال الدقائق. انا كصورت لكم غير 30 سكوند مي درتو كثار 3 ديال الدقائق، وكنخليه كيدور في الميكرو اوند حتى كيتبخر داك الماء مزيان وكيسخن هذاك الاوساخ اللي كاينه عندنا في الميكرو اوند. وبحال ما هكا كيجينا ساهل باش كنبداو نيطواييو كما كتلاحظوا معايا. وفي نفس الوقت كناخذ داك طريف الحامض اللي كنت درت في الاول وكنزيد كنفرك به دوك البقع اللي ما تحيدوش، كنزيد كنفركهم حتى كيتحيدوا. وها هو الشكل ديال الميكرو اوند ديالي، نقي متول ومقاد. كما كتشوفوا معايا نتيجه رائعه صراحه، كيتنظف الميكرو اوند مزيان بداك الحامض. ويمكن لكم بدل الحامض تستعملوا الخل الابيض. الان غادي نمشي للفران. صراحه الفران ما كانش عندي موسخ بزاف، فقط كان عندي فيه واحد الفتيتات لاصقين لداخل وصافي، فقلت غادي حتى هو نيطوي باش يبقى نقي واش ما تراكمش علينا الاشغال مره واحده، يجينا الشقه مره واحده ويجينا كثير وصعيب. كما شفتوا معايا فانا خديت الماء درت لي واحد القطره ديال جافيل ودرته في واحد الشيفون، وغادي نمسح به الفران وغادي ننظفه باش يبقى عندي ديما نقي. سينو الا بقينا خلينا الحاجه حتى من بعد حتى من بعد فكتزيد توسخ اكثر وكيولي صعيب التنظيف ديالها، ماشي بحال دابا كيكون باقي مازال نقي دونك كيجيك ساهل التنظيف ديالو. كما كتشوفوا معايا فانا زولت حتى ديك الزاجه، نظفتها، نظفت الفران كامل من الداخل وولا عندي نقي كما كتشوفوا معايا وكيلمع.
من بعد كيما بعد الشقه كامل قلت غادي نمشي ونوجد الغداء ديالي باش ما نتعطلش على الغداء حتى هويا. وحيت اليوم كانت عندي الروينه بزاف حيت صحت حتى بيت النعاس والبيت اخر، داكشي علاش قلت غادي ندير العدس، يعني شي حاجه اللي غادي طيب لي دغيا وما غاديش تاخذ لي الوقت في الطياب. فرديت العدس كيما كتشوفوا معايا، راه كلشي عارف الطريقه والمقادير، ودرته بالقديد حيت انا من عشاق القديد. ودرت اوميم طون واحد البطاطا، يعني قرتها وزتها مع هادشي باش نعطيها للبنت ديالي صغيره باش تاكل حتى هي شويه الخضره مع العدس. صافي خليته يطيب ومشيت للشغل الاخرين اللي مازالين عندي. دونك عندي هاد ديال العطريه توسخت الصراحه، توسخوا بزاف ولات لاصقه فيهم العطريه في الغلاق ديالهم وكل شيء. قلت غادي ننظفهم، شديتهم غسلتهم من الماء ودرتهم في واحد البانيو، درت عليهم الماء ودرت عليهم الصابون اللي كنستعمل باش كنغسل الماعن، ودرت عليهم واحد القطيرات جافيل وخليتهم واحد الساعه هكاك مرقدين حتى كتبدا تحيد العطريه عليهم. ومن بعد شديت فرشاه الاسنان اللي ما بقيتش كنستعملها وبديت كنحك بها الراس ديالهم، كنحكهم من الداخل وكنحك حتى الغليق ديالهم بديك فرشاه الاسنان. صراحه دا كيتنظفوا، وخصوصا ملي كنخليهم مرقدين واحد الساعه يعني كيتنظفوا، كيجي ساهل التنظيف ديالهم. هانتم كما كتلاحظوا معايا النتيجه رائعه، كيوليو نقيين مزيان. راه الان باقي عندي فازكين غنخليهم حتى ينشفوا، عاد غادي مزيان عاد غادي نعمرهم بالعطريه ديالهم. وغنقول لكم واحد الفكره اخرى، انا عندي هذا البلاطو اللي جبتو حيت كانوا عندي ضيافين وما كنستعملوش بزاف، فبعد ما ساليت ومشاو من عندي ضيافين غسلته مزيان ونشفته، وباش كنحتفظ عليه وما كيخسر لي ما حتى شي حاجه، لانكم عارفين هذا النوع ديال البلاطوات يعني دغيا كيصدي وكيخسروا. فانا من بعد ما كنشفو مزيان كنغطيه بهذا البلاستيك الغذائي كندورو عليه كامل، ومن بعد كنحتفظوا به في البلاكار، يعني كيبقى محتفظ مزيان حتى كنستعملوه مره اخرى. هذه فكره بسيطه وكتساعدكم تقدروا ديروها لاي حاجه من نوع هذا النوع ديال البلاطوات. الان غادي نمشي للكاسرونات اللي توسخوا لي حتى هما من القاع ديالهم. هاد الكاسرونات عندي وحدين كبارين ما كنستعملهمش بزاف كما كتشوفوا مازالين نقيين، وهاد الصغيره حيت كنستعملها بزاف فهي توسخات. فغادي ننظفها الان معكم، غنوريكم الطريقه اللي كندير باش كننظفها. غادي ناخذ خميرة الحلوة وغادي او البيكربونات بيكنج باودر، غادي نديرها فوق والخل. دابا نورمالمون خاصني ندير الخل الابيض ولكن انا ما عنديش الخل الابيض، فاستعملت هذا الخل اللي كندير في السلطات. غادي نخوي البيكربونات على داك القاع ديال الكاسرونه، وغادي نزيد عليه الخل. الا كان عندكم الخل الابيض من الافضل تستعملوا الخل الابيض، ماشي هذا الخل اللي استعمل دابا، حتى هذا الخل خاص بالاكل ماشي بالتنظيف. وغادي ناخذ واحد زيكش اللي كيكون حرش وكنحك به، اولا تقدروا تستعملوا زيكش رطب او اي حلفه كتغسلوا بها الماعن. وغادي تحكوا داك القاع مزيان، كنحك القاع مزيان حتى غادي يتنظف. كما كتلاحظوا معايا غنخليها واحد المده بيد ما تفاعل داك الخميره مع الخل، وعاد كنبداو كنحكوا. كما كتلاحظوا معايا كيتزول بسهوله هذوك الاوساخ اللي كانت عالقه. ما انا غادي نشفها وغادي نوريكم، غنغسل نشللها ونشفها ونوريكم النتيجه النهائيه ديالها كيفاش غادي تكون. ها
هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى تكون عجباتكم. واحد الفكره بسيطه غادي نشاركها معكم، انا كنت مشيت باش نشري القراعي ديال الزاج، المهم الشكل ديالهم ما عجبونيش، وبالصدفه لقيت هذا القراعي ديال البلاستيك وعجبوني، وقلت اجي نديرهم للاتاي والسكر والسنيده، هما نورمالمون ديال القطن، يعني كديري فيهم الفول والعدس والحمص وداكشي، فانا استعملتهم السكر والسنيده، وجا المنظر ديالهم زوين وشكلهم زوين صراحه. راهم رخاصين، كيديروا 5 دراهم الوحده، وديك صغيره غير ب3 دراهم، فاستعملتهم وجاو زوينين. وهذا الغداء ديالي بعد ما وجد، كما كتلاحظوا معايا العديسه جات لذيذه بزاف، ودرت فيها واحد الحاره بيسكو جادور الحار، وكنتمنى يعجبكم.